بلدي عندي جوج طرق، يا اما البن بلدي يكون عندك البن بلدي ديال العبار كناخذو كنخلطو في واحد القريعه ديال الدجاج ونضيفو ليه الدقيق ديال القمح مغرب مزيان ونضيفو ليه شويه ديال الملحه ونديرو واحد طريف ديال البصله اولا جوج طروفه ديال الثومه ولا جوج فصوص ديال الثوم ونخلطهم ديال تكون ثقيله على بغرير ونغطيها صافي ونديرها في شي بلاصه تكون مظلمه واحد يومين صافي راه كتحليها كتعطيك فيها ريحه الخميره كتحيدي هذوك الفصوص ديال الثوم ولا طرف ديال البصله اللي درتي ها هي موجوده عندك الخميره وكتكبي منها كل صباح باش تعجني وتخلي النص وتعاودي تلقنيها تزيدي ليها الدقيق والماء كيما العاده وترديها بلاصتها البلاصه اللي ما تشوفش فيها الضوء دائما ها هي الخميره البلديه عندك هي موجوده صحيه وشي حاجه ضروريه نرجعوا للعادات ديالنا القديمه هادشي اللي كاين الطريقه الاخرى غير الدقيق ديال القمح والفول كتخلطيه مع دقيق القمح بشويه مع الماء وديري فيه الفول المقشر اللي كنديروا به البيفاره كتاخذي واحد 5 حتى 6 ديال الحبات وديريهم فيه تغسليهم وديريهم لداخل هذيك العجينه وتخليها واحد يومين حيت النهار الاول يلاه كيتنفخ ديك الفوله والنهار الثاني عاد كتخمر مزيان صافي كتجي كتلقاي راه خمرات ولا تخميره كتحيدي كتسحبي هذوك الفول اللي الحبات ديال الفول اللي تما صافي وتسدي عليها ها هي عندك موجوده الخميره البلديه. ايه فعلا جوج طرق وكل واحد يعني اختار منها يدير داك الشيء اللي يبغى. ايه